سلامات أصدقائي، خلينا نكمل. الإرشاد في كل مراحل العمر. يعتبر الإرشاد النفسي يا جماعة عملية مستمرة لا تتوقف، بمعنى آخر أنه ما في عندنا هيك مرحلة ممكن يكون فيها مشاكل نفسية أكثر من مرحلة تانية، لا، كل المراحل فينا نقول أنه كل مراحل يعني تختلف فيها معايير الأزمات النفسية بين القوة والشدة، ولكن ما في ولا مرحلة بتخلى من المشاكل النفسية، لذلك يعتبر الإرشاد النفسي عملية مستمرة لا تتوقف عند مرحلة من المراحل العمر، من الطفولة إلى المراهقة إلى الشباب والكهولة وحتى الشيخوخة، فلكل مرحلة خصائصها المميزة، وبالتالي فطرق الإرشاد والتقنيات الخاصة بها تختلف، يعني كل مرحلة مشاكلها النفسية مختلفة عن المرحلة الثانية، وبالتالي النظريات الخاصة بهذه المرحلة تختلف عن المرحلة الثانية، وأيضا طرق الإرشاد والتقنيات المستخدمة كمان تختلف. توضح أيضا مطالب النمو المستويات الضرورية التي تحدد كل خطوات مراحل نمو الفرد، فكمان بتحدد شو هي مراحل النمو وتبين مدى تحقيق لذاته وإشباعه لحاجاته حسب مستوى التطور والنمو اللي موجود عنده، واللي تتناسب أيضا مع مراحل النمو المختلفة. فهذا يستدعي يا جماعة مراعاة كل نظرية إرشادية، أول شيء لمطالب النمو في المراحل العمرية المختلفة، لحتى تتوضح معها الطرق المناسبة اللي بتتعامل معها لحل هذه الأزمات، حيث تبين أو تبين مدى تحقيق الفرد لذاته وإشباعه لحاجاته حسب مستوى النضج والنمو والتطور في الخبرات التي تتناسب مع مراحله العمرية. الاستناد إلى طبيعة الإنسان، بما أن نظريات الإرشاد النفسي يا جماعة خاصة بالإنسان، فكلياتها بتجتمع على أنه لازم نفهم طبيعة الإنسان، ولكنها بتختلف من وجهة النظر، لأن كل نظرية يا جماعة في إلى وجهة نظر معينة في الطبيعة الإنسانية. فنظرية التحليل النفسي عند فرويد مثلا بتشوف أنه الكائن أو الإنسان كائن عدواني يميل إلى التدمير والشر، فهيدي إلى وجهة نظر منطلقة أنه الإنسان كائن عدواني وشرير، تمام؟ في حين أن النظرية السلوكية بتعتبر أن الفرد يولد وعقله صفحة بيضاء، ومن خلال التعلم يكتسب هذا الإنسان السلوك السوي والسلوك غير السوي. بينما نظرية العلاج المتمركزة على الفرد اللي هي نظرية روجرز بتشوف أنه الإنسان هو خير بطبيعته، ولكن اللي بيعمله كائن سلبي هو الظروف والضغوط التي تحول نفسه أو تحول سلوكه عفوا وتجعله مضطربا. وظيفية النظرية، شو يعني وظيفية النظرية؟ يعني كل نظرية يا جماعة لها وظيفة أو بتحاول تحل مشكلة، فليست وظيفة نظرية الإرشاد مقتصرة فقط على التنبؤ بالحقائق وعلاقات جديدة، ولكنها أيضا تقوم بعملية التنظيم، فمو هدفها فقط تتنبأ بسلوك الإنسان في مرحلة قادمة من حياته، وإنما هي أيضا بتنظم المعارف القائمة فيها لحتى توصل إلى بناء متكامل. بناء متكامل، فالافتراضات والتعميمات التي تشتمل عليها النظرية ما إجت من فراغ، ليش؟ لأن هي إجت بناء على دراسة علمية، فرضيات علمية، وأثبتت هذه الفرضيات بالتجريب العملي، أو بمعنى آخر إنه استخدمت أدوات معينة لحتى وصلت إلى إثبات صحة هذه النظريات. فإجت نمت وتطورت من أساس الملاحظة مثل ما حكينا من شوي، ومن ثم التجربة. هذا يعني أن المعارف والحقائق إنما تعتبر أساس للتعميم والافتراضات الخاصة فقط بهذه النظرية. يعني فرويد انطلق من فرضية معينة من خلال ملاحظة، وصل للفرضية، جرب حتى وصل إلى خلينا نقول تعميم أو حقائق هو بيعتبرها حقائق، ولكن إلى الآن للأسف لم يثبت صحة نظريته حتى يعني بالشكل المطلق. فلذلك يا جماعة عملية بناء النظرية واختبارها وتعديلها وإعادة بنائها وتكرار اختبارها هي عملية مستمرة، بمعنى آخر أنه ما في نظرية صحيحة بالمطلق، مش لأني دائما تحتاج إلى ترميم، إلى إعادة بناء، إلى إعادة تكوين فرضيات، إلى إعادة برهنة على الفرضيات، ولكن هذا مو معناته أن النظريات كلها مو صح، لا، أي معناته أنه النظرية هيدي فيها كتير من المرونة حتى أنه يكون في عنا قدرة دائمة على تجديدها وتطويرها وتحسينها. وتكاد معظم نظريات الإرشاد تشتمل على مجموعة تعاريف ومفاهيم منطقية يعني صحيحة، ومصطلحات وفرضيات يمكن توظيفها في عملية الإرشاد النفسي. ما في نظرية يا جماعة إلا يمكن الاستفادة منها.
مستحيل. ليش؟ لأن هي رأي روجرز أقرب للواقع إلى حد ما يا مريم. صحيح، لأني هو إنسان انطلق أو منطلق، هو خلينا نعتبر أنه هو استفاد من خبرات اللي قبله وكون نظرية أقرب ما تكون إلى الواقع، لذلك هي ممكن أن تكون واقعية وصحيحة. مستحيل يخلق الإنسان عدواني، مستحيل. ما في إنسان عدواني بالفطرة يا زلمة، ما في إنسان عدواني بالفطرة. لما هو بيصير عدواني نتيجة البيئة أول شيء، ونتيجة ظروف المجتمع، ونتيجة إذا كان هو عنده أصلاً خلل عقلي، إيه ممكن خلل عقلي الموجود عنده خلل عقلي بالخلقة، إيه ممكن يكون عدواني. أما في غير هذه الحالات لا. أنت ضد رأي فرويد؟ أنا بكره فرويد. إذا أنت ضده أنا بكرهه. دكتور، أنا لأنه بحس ما له للواقع أبدا، يعني ما عنده أبدا واقع إنساني أبدا رأيه، أبدا يعني أبدا حتى صح، ما بيتطابق مع آرائنا نحن كإسلام أو كذا، أبدا بحسه أبدا بعيد عن أبدا. الواقع كليا. هلا روجرز أقرب شوي لإلنا، أقرب. هلا للأمانة فرويد يشك بخلفيته وبالأجندة اللي اشتغل عليها، ويشك لا أصلا دكتورة، في بس آرائه ما بتهمنا لأنه كثير ما واقعي أبدا. يا عزيزتي، مو بس نحن على فكرة، يعني نفس النقد لفرويد من كل الدنيا وكل الكون، مو بس لأننا نحن مسلمين، تمام؟ فنحن لأننا مسلمين لنا حبة زيادة برفضة تماما، تمام؟ رفضة دكتورة تماما تماما، لا لا تماما، رفضة تماما. ولكن هذا مو معناته أنه هي مقبولة ببقية المجتمعات، لا 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 لا. بشكل عام نظرية فرويد لا زالت إلى الآن في حواليها مليون إشارة استفهام، انه ليش حكى هالحكي، ومنين جاب هي التعميمات، وشو هي الملاحظه اللي قام عليها، ومنين جاب هالفرضيات، وكيف اثبت صحه فرضياته. كله يشك فيه، كله الى الان يشك فيه. ولكن من نص الأبيب يا دكتورة، نعم بتقولي خلقان من نص الأبيب، من عند الإسرائيليين، من عند هدول، ما هو يعني يهودي، أفكاره كلها عدوانية، ما أنا واقعي ولا إنساني. هو يهودي يا عزيزتي، هو يهودي. تماما، هو ولحكيت يهودي. إيه طبعا، هو يهودي، وحتى انه في بعض الابحاث والمقالات ما تاكدنا من صحه المقولات، يعني بتقول انه هو اصلا انطلق في نظريته هيدي بدفع من جهه معينه لحتى تشيع للاخرين انه الانسان بالاصل هو شرير. ليش؟ لحتى ممكن يكون انه تبرير بشكل او باخر لاجرام الصهاينه او اجرام العدوان بشكل عام، سواء كان صهيوني او غير صهيوني، بمعنى انه هو عم يحاول انه يثبت للاخرين انه اي فعل عدواني عم يصير فهو من اصل خلقة الانسان. وهذا الكلام ما حد خطأ، هذا الكلام ما حد خطأ. ما في انسان بنولد عدواني، ما في الا هو مثل ما قلت لك، الا اذا كان عنده خلل عقلي واضح. بس اذا كان عنده خلل عقلي واضح ممكن يعني اذا هو اجى على الدنيا بخلل عقلي ممكن يكون عدواني، اما غير هيك لا. نظرية فرويد الان يشك بصحتها، ولكن نحن ليش بنحطها وبندرسها؟ بنحطها وبندرسها لأن هي أول نظرية متماسكة ومتكاملة في علم النفس، للأسف يعني ما حدا سبقه كون نظرية متكاملة في علم النفس. فمن هيك يمكن إلى أثر، ومن هيك لساتها عايشة رغم أنه هي غبية. أنا ما بقدر أقول عن هي النظرية إلا أنها غبية، أو هي ما غبية، هي يعني في لها أهداف كبيرة فقط مو أكثر، تمام؟ الاهتمام تمام. بالاضطراب النفسي، يأتي بعض الناس إلى مراكز الإرشاد النفسي وهم يشعرون بسوء التكيف مع أنفسهم أو مع محيطهم، ولا يعانون من أمراض نفسية. ممكن يكون إنه هن ما عندهم مشاكل نفسية بحتة، ولكن هن تكيف إلى حد ما بمستوى منخفض. فمثل هؤلاء يصنفون بأنهم يعانون اضطرابات في الشخصية، هدول ما عندهم أزمات نفسية، هم عندهم اضطرابات إلى حد ما، حيث تكون ملامح شخصيتهم غير متكيفة، يعني ما عم بيقدروا يتقبلوا الواقع، ما متكيفين مع الواقع، أو حتى ما متكيفين مع أنفسهم. والشخص المصاب باضطراب الشخصية كثيرا ما يصرح بعدم الارتياح، هي أول عرض له إنه ما هو مرتاح، ما هو مرتاح وما عم يستمتع بالحياة. هيدي أهم أعراض الإنسان اللي عنده اضطراب في الشخصية. ويطلق الاضطراب النفسي للشخصية على أسلوب وسلوك شخص ما عندما يكون مصدر للمعاناة له وللمجتمع. للأسف هالحكي صحيح، الإنسان اللي عنده اضطراب نفسي يا جماعة فهو بيكون مصدر معاناة شديدة جدا لأسرته ولا نفسه أول شيء، ولأسرته
للمجتمع كله، ويصاحب هنا عدم القدرة هذا الشخص على التكيف مع الآخرين. فعدم القدرة يعني أو هذا الاضطراب يخليه غير متكيف لا مع نفسه ولا مع الآخرين، وأيضا بيكون في عنده خلل بالأدوار الاجتماعية والوظيفية، ما بيؤدي وظائفه أو دوره الاجتماعي بالشكل الصح. وهنا تهتم نظريات الإرشاد كلياتها بعلاج الاضطراب النفسي للشخصية. لا يا مريم، هذا التعميم خاطئ، ديري بالك تعممي. ايه بس دكتورة، هو هيك ظروفنا، لا يعني لا انه لا، ما عم بقول انا انه امراض نفسية انه كل المريضين نفسيا، بس الكل عنده ضغط نفسي، الكل عنده اضطراب نفسي، بس حسب الدرجات دكتورة، ما بيأذي حسب الدرجات. صحيح صحيح. انا بس ايه بس في عنا بالعلم، نحن أهل العلم بنقول من عمم أخطأ، تمام؟ فإنك تعممي يا عزيزتي بده يكون في عندك حقائق شبه مسلمات، حقائق وشبه مسلمات إنه هذا الأمر يعني دكتور، بس 100% صح. تقريبا 70 75% يعني في عندهم اضطراب نفسي بس ما بيأذوا، يعني احيانا ممكن مثلا الواحد ضغط بيت او ضغط عمل او ضغط اولاده، يعني هون اضطرابات نفسية بتكون، بس دكتور طيب ممكن سؤال، تكون درجات متفاوتة. طيب سؤال لألك هلا، انت ممكن عم تقولي انه كل واحد ممكن يكون عنده هي الدرجه من الاضطراب النفسي. هلا مو هدول اللي عم تحكي عنهم قادرين انه يحلوا هذا الاضطراب بنفسهم؟ ايه قادرين دكتورة تمام. طيب طبعا، اذا قادرين، اذا هديت نفسهم طبعا قادرين. اصلك معي بس اكمل سؤالي، اذا هدول قادرين انه يحلوا اضطرابا لنفسهم او اضطرابا بنفسهم، هل معناتها شكل ازمه لهم او لحواليتهم؟ لا لا دكتورة، ابدا ابدا. طيب اذا ما شكل ازمه معناتها ما فينا نقول اصلا عنه انه اضطراب. فهمتي قصدي وين؟ ايه بس دكتورة، ان احنا عم نحكي عن نفس البشرية الإنسانية، فهذا الشيء انه من موضوعك، هيك قصدي انا. ما اختلفنا يا عزيزتي، ما اختلفنا. هلا الاضطرابات النفسيه ما يمهتن ولا يعيبه ولا مزلة لحتى نقول انه يا الله يا اي حد هذا لا عنده اضطراب طبعا نفسي. لا لا، دكتورة طبعا. هذا عادي وطبيعي. ولكن للأمانة لما بيكون الإنسان قادر يعمل كنترول على نفسه ويعرف يضبط هذا الاضطراب ويتعامل معه ويتخلص منه، فهو في أقصى درجات الصحة النفسية، لأن ما في حدا في الدنيا خالي من أي مشكلة نفسية. ولكن بمجرد ما يكون عندك القدرة تتعامل معه وتحله وتتخلص منه، فأنت في مستوى متقدم جدا من الصحة النفسية. فلا يمكن نطلق عليه تعميم أنه هو عنده اضطراب نفسي، لا يمكن. هلا بس موضوع انه موجود عند كثيرين من الناس، ايه انا بوافقك معك، بوافقك بهذا الامر، بوافق فيه. تعرف انه انا قصدته انه بسبب هالظروف الحاليه اللي احنا عم نعيشها هلا اجباري، مستحيل. انا اول وحده ممكن يكون عندي اضطراب احيانا، بس طبعا ما حدا رح يحس فيني. تمام، ايه بس انا احسنتي. ما انا عم عمم. تمام دكتوره، بس هذا الشيء ما بيأذي، ممكن درجته عندي او عند حدا مثلا تاني عم تعمل معه انه بتكون عنده درجه كتير خفيفه، هيك قصدي. اها، بتعرفي بترجع هيدي لشوي يا مريم، بترجع لقدرة ايه الإنسان دكتوره نفسه، استوى وعيه، تماما استوى دكتوره فهمه، تماما. استوى علمه، هيدي كلها بتلعب دور مهم جدا. أما بالنسبة لظروفنا فمعك حق، يعني ظروفنا بتخلي أبو زيد الهلالي يضطرب. هاي صح، هاي 100% صح. تمام. هلا هيدي، فاذا تهتم نظريه الارشاد النفسي كلياتها بمعالجه اي اضطراب نفسي عند الانسان، بحيث انه قدر الامكان هو يحاول يحل مشكلته بنفسه. اها، جينا على الصحه النفسيه، ذكرناها بدون ما نعرف انه هي قدامنا. سؤالنا الكل قبل ما ادخل بموضوع الصحه النفسيه، برايكم انتم، بدي اسمع من الكل، شو هي الصحه النفسيه؟ يلا رجل، انا عملت تدريب كامل لمنظمة دولية عن الصحة النفسية، أنا اللي عملت الحقيبة وأنا اللي دربتها لفترة 6 شهور. شو هي الصحة النفسية؟ تفضلي يا بسمة. يعطيك العافية دكتورة. تفضلي. الصحة النفسية هي الصحة بشكل عام، هو خلو الجسم من المرض جسدي أو صحيح. نفسي. الصحة النفسية هي خلو الجسم من الأمراض النفسية أو الاضطرابات النفسية. تمام، حلو، يعطيك دكتورة العافية، كمان صح. ممكن نقول إنه الصحة النفسية أو حتى بالأصح هي الصحة العقلية، يعني إنه هي مستوى أحسنتي الرفاهية النفسية أو أحسنتي، الحالة هي النفسية للشخص اللي بيتمتع فيها، مثلا ممكن يكون مستوى سلوك جيد أو خطأ أو مستوى عاطفي مثلا. مين عنده مداخلة؟
دكتور هون نرجع من أول إنه صح الرفاه النفسي ممكن بتكمن بالشخص من مواجهة ضغوط الحياة، إنه هو عن جد قادر يكون إنه صحة قوية نفسية، طبعا أنا مو جسدية قصدي النفسية. هلا انت قلتي من شوي، يا انت يا اما رفيقتك قالت الصحة العقلية اللي هي المينتال هيلث، شوفوها كتبتها مينتال هيلث. أنا دكتورة قلت لك هي نفس الصحة تماما، تمام أنا تمام قلت لك الصحة عنها. تمام الصحة النفسية، الصحة منظمة الصحة العالمية قالت الصحة النفسية هي المينتال هيلث، مينتال هي العقلي. تمام، مينتال عقلي هيلث صحة، فالصحة النفسية ترجمتها الإنجليزي هي الصحة العقلية. تمام، الصحة العقلية، فمثل ما قلتوا يا صبايا هي عبارة عن إنه الإنسان يكون في عنده خلو من الأزمات والمشاكل النفسية، بس هذا المعنى العريض للكلمة. تمام، إذا بنيجي على شوية تفاصيل فيها، الصحة النفسية تشتمل يا جماعة إنه يكون الإنسان مو يكون بس عنده خلو من المشاكل النفسية، بس كمان يكون في عنده قدرة على التعامل مع أي ضغوطات نفسية. هذا بيكون بكامل الصحة النفسية لما بيقدر ترى رجعنا بنفسه. على الضغوطات النفسية، تمام، رجعنا الضغوطات النفسية، يعني رجعنا على عليك. الضغوطات تماما. يعني دكتورة ما قلت لك عن جد، تمام، يعني شيء واقعي شيء عايشينه احنا، يعني هذا الصحة واقع النفسية صح. الاضطراب النفسي كله نفس الشيء. صحيح صحيح. هلا الصحة يعني النفسية بنقول مثلا ايه، بنقول مثلا دكتورة يعني كيف احنا بنحافظ على الصحة النفسية؟ طيب احنا بدنا نبعد عن الضغوط، ما هي الضغوط احنا عايشينها، كيف احنا فينا نبعد عنها بقى؟ هي بقى دورك انت اشرحينا اياها. اها، لقلك بقى هيدي اللي كنت انا، كانت محتوى حقيبتي اللي قدمت لهي المنظمه الدوليه. يا عزيزتي، ضغوط الحياه كبيره، ولا نتخيل ابدا الحياه سهله، بالعكس يوميا في عندك مواجهات جديده، مشاكل جديده، عقبات جديده، عثرات جديده. الصحه النفسيه بتتجلى بابهى صورها لما بيكون في عندك قدره ومرونه تتعاملي معها. لا تتعاملي معها بالهروب، لا، لا. إذا هربتي منها فهي غلبت، هي ما صحة نفسية. إذا عملت لك مشاكل نفسية وصار عندك اكتئاب وقلق وحزن وعزلة هي ما صحة نفسية، هيدي طيب معناتها دكتورة تمكنت منك تماما. استني كمل فكرتي. تمام، أوكي الصحة النفسية بتتجلى بأعلى درجات الصحة النفسية، مو هي إنك تكبي الحياة ورا ظهرك أو إن تغلبك الحياة أو الضغوطات، معناتها إنك تتعاملي معها. أكيد مو معناتها إنه أنا سوبر مان أو سوبر وومن، ما في هاي الشخصية، هيدي بس بعقل نيتشه هاي الشخصية، ولكن قدر الإمكان إني أتعامل معها بحيث ما تغلبني، بحيث ما تهزمني، بحيث ما تخلق مني شخصية مريضة حقيقة. تمام، فهي الصحة النفسية. الصحة النفسية معناتها إني أنا قدر الإمكان أعمل توازن بيني وبين الحياة، توازن بيني وبين الحياة، ما تغلبني الحياة، أغلبها إذا كان عندي هيدي القوة الكبيرة، بس ما في حدا عنده هيدي القوة الكبيرة. أنا شلون بغلبها؟ بغلبها بهدوء، بعقل، لذلك اسمها صحة عقلية، يعني إنه يكون عقلك واعي، لأنه الحياة ما هي وردية، لا، الحياة هي عبارة عن معركة كبيرة. تمام، هالمعركة هيدي بيظهر ناس أقوى منك، بيظهر ناس تغلبك، بيظهر عندك مثلا مشاكل تحسية في البداية أقوى منك، ولكن بمجرد ما أنت قدرتي إنك تتمالكي نفسك أو نتمالك الإنسان نفسه ويقرر إنه يواجه ويتعامل معه بهدوء وبذكاء بحيث ما تغلبه، هي هي قمة الصحة النفسية، إنك ما تحتاجي حدا يساعدك على حل مشاكل. إذا عندك مداخلة تفضل. لا كنت بدي أسألك، ممكن تكون الصحة النفسية مكتسبة مثلا من هلا طفل، ممكن، مكتسبة من الأب أو الأم؟ هلا ليك على فكرة نحن كل حياتنا بنتعلم يوميا، ها، وما في داعي انك تمسكي ورقة وقلم تكتبي المعلومة اللي تماما اخذتيها، بس انت يوميا كل يوم تتعلمي، كل يوم كل يوم كل يوم، على فكرة كل يوم قدراتنا بتزيد. طبعا للي بده، ها، حطولي تحت خط، للي بده، للإنسان الموصل باتجاه نفسه. تمام، قدراتنا كل يوم بتزيد، تعلمنا كل يوم بتزيد. ممكن تتعلمي انت من 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 طفل ماشي بالشارع بدون ما يدرك اصلا انه علمك. ممكن تتعلمي انت من حديث عابر مع حدا بالسياره. ممكن تتعلمي انت مع وقفه بزميل بالشغل. تمام؟ ممكن تتعلمي انت من ابنك او بنتك في البيت. ممكن. ف
الإنسان الإيجابي هو اللي بيتلقف كل شيء بياخده وبيستفاد منه، بيستفاد من كل شيء حواليته. طبعا مو يستفاد معناته انه هذا انسان مصلحجي او انتهازي، لا 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 لا، بس هو بيشوف بيتعلم. فالانسان بمجرد ما يكون عنده قدره انه يتعلم من اي انسان، فهذا انسان ايضا انسان ايجابي وعنده قدره، او عنده فينا نقول مقدار جيد من الصحه النفسيه. وجبه الشاورما وتصوري هلا انا بوافقك على الشق الثاني. بجد دكتورة والله العظيم. ممكن انا بالنسبه لي الشاورما مبطيئه ما بدوقها، انا يمكن اكلتها في حياتي كلها مرتين او ثلاثه وغصب عني هلا كمان. دكتورة، مو ضروري الشاورما، هلا اي وجبة جاهزة تجيكي وتكوني تعبانة وجاية على البيت كذا، تمام. حتى التسوق في شغلات كثير، ولا دكتورة عن جد هي للصحة النفسية، عن جد احنا لا محتاجينك. ليكي ليكي، نحن الاناث، انا ما بعرف كم انثى معي في المحاضره، نحن الاناث يعطونا مصاري ننزل على المول، هاي قمة الصحة. سلام، عن جد والله العظيم الدكتورة، حتى ممكن كمان على المشتل، المشات الورود وكذا وهيك كمان بتروع عن النفس. هلا هي نرجع انت هون عم، للاضطرابات التوتر. هلا هون انت ايش بتساوي هون؟ بتعطيني بوزيتيف، طاقة إيجابية، هي الطاقة الإيجابية بحد ذاتها بتقويكي، وكأنك تفتي شحنة. شلون الموبايل بنحطه بالشحن واللابتوب بنحطه بالشحن بصير بيشتغل؟ نحن هيك إذا كل شهر هيك نزلنا على المول شغلة الساعة 3 من وحدة من حالة سنة. لا أنا بالنسبة للي بتقلي ماما يمكن مال الله، ما بتقولي بنروح على السوق أو من الشارع أو من هيك من بعزقة المصاري. بس للأمانة يا جماعة، نحن البنات بالجينات، ها بالجينات، وفطري عنا حب التسوق فطري، هاد بالجينات. يعني ما في نوع، يعني اي رجل بده يتذمر من هذا الموضوع، هذا موضوع خالص لا تناقش فيه. ليش؟ لان الاناث بشكل عام بالجينات وبالفطره بتحب التسوق، بتحب انه تشتري، وبتحب انه تبعزق مصاري، وقمه راحتها النفسيه انه نزل على السوق وخليك تفكر. لا بديها، اي 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 اي, أي. أنا بتقلي ماما إنه يعني القرش اللي بجيبتك بيوجعك كرمال الله، بيضربك على راسك بس بدك تخلصي منه. هي بالسفرة ما بالإيد، على فكرة هي ما بالإيد، هي دي والله يا دكتورة بديهية. حكيك مزبوط، بس بدي يا دكتورة بس بدي أسأل سؤال. بس تفضل. هلا أيامات القصف، وإحنا هون في إدلب، إنه وقت اللي بصير شهداء ما بيستشهدوا غير الرجال، إيش السبب؟ وين لك برحني النساء من الأسواق؟ والله بدك تسأل ماما، هيدي بقى السؤال، بس يعني ما بعرف شو بدي احل لك يا ما بعرف. يمكن لاني نحن لما بنطلع شو اسمه القذيفه بتعوج عننا، ما بتحب تروح علينا، ما بعرف هيدي شغله بنتي، ما بعرف يعني ما بعرف. لا والله هو كنت انا مره واحد قال لك يا شباب، كان السوق عبيان نسوان، انه هي طلعت القذيفه، ماتوا الزلم ولا حرمي، يعني يلا الله يحمي الجميع، طبعا احنا اللي كان نساء ولا رجال، بس قال انه يعني النسوان اختفين على وجه الارض، مضى غير الزلم ثلاثه اربعه هني موجودين بالسوق ماتوا. سبحان الله سبحان الله، حسبي الله ونعم الوكيل. هذا بالنهاية يا عزيزي يشيلنا من المزح، لكل أجل كتاب. ما فينا هذا الأمر، هذا بالذات ما فينا عليه، صح ولا لا؟ ما بنقدر عليه هيدي. نعم، أكيد دكتورة، أكيد. تمام. تحقيق الصحة النفسية للشخصية، تعتبر شخصية الإنسان وحدة متكاملة، يؤثر كل جانب منها بالجانب الآخر ويتداخل معه ليشكل وحدة متكاملة. هيدي المسألة حكيناها كذا مرة، وإن أي اضطراب في جانب من جوانب الشخصية يؤثر بالجوانب الأخرى ويتأثر بها. الحكي صح، لما واحدنا بيمرض وبيطول بمرضه إجباري بينعكس على نفسيته، وهي بديهي. تمام. وحتى لما بيقع بأزمة نفسية بده ينعكس أيضا على وضعه العضوي، يعني بتلاقي يا اما عقله اشتغلت، يا اما كلوي صار فيه شيء، يا اما عنده وجع راس مفرط، يا اما مفاصله صارت توجعه. يعني كل واحد مننا او اي اضطراب يا جماعه بيصير اجباري بجوانب مختلفه من الشخصيه. ذلك ان تكوين الشخصيه المتوازنه والمتكامله هي غايه الصحه النفسيه، لتاخذ هذه الشخصيه دورها في المجتمع، وتعمل ايضا على تطويره من خلال ايجاد توازن بين حاجات الشخصيه من جهه ومطالب الجهه او مطالب المجتمع من جهه اخرى. فهنا تبرز أهمية عملية الإرشاد النفسي لحتى تساعد على تحقيق الصحة النفسية للشخصية من خلال مساعدتها بالإنسان على أنه يحقق بعض السلوكات السوية. أهمها أول شيء
السلوكات السوية ما هي؟ أول شيء إنه يكون إيجابي. إيجابي تجاه مين؟ تجاه المواقف في الحياة. طيب ياخذ مواقف متوازنة نحو الحياة، بحيث إنه ما بيوقف مثل ما حكينا من شوي عاجز قدام الصعوبات والمشاكل اللي عم بيظهر له، وإنما أيضا يكون في عنده سبيل للتعامل معها لحتى يوصل لتحقيق أهدافه. أيضا التفكير بطموح والعمل بواقعية. هلا التفكير بطموح معناته يكون أهدافك عالية، بس العمل بواقعية مو معناته إنه تفترض إنه الحياة رح تعطيك كل شيء بدها إياه، لا، أو كل شيء بدك إياه، مستحيل. ما في حياة عطت أي كائن في العالم الشيء اللي بده إياه إلا اللي انولد وكمه معلقة ذهب، وهدول قليلين جدا. تمام؟ فإنه تحقق اللي بدك إياه لازم يكون عندك طموح، ولكن بنفس الوقت يكون عندك واقعية جدا 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 من خلال إنك تحدد أهدافك، وهي الأهداف تكون تتناسب مع قدراتك أنت أول شيء، ومع إمكانيات البيئة اللي أنت عايش فيها. يعني هلأ مثلاً، وأن للإنسان ما سعى، هالحكي صحيح؟ يعني بمعنى أنه الشيء اللي أنت بدك إياه بيتوقف أو رهن على سعيك أنت لحتى توصلي له. أيضاً التفاؤل، التفاؤل يا جماعة بس إفراط التفاؤل، بحيث أنه ما يشوف أبداً السلبيات المحيطة فيه. ضبط النفس بيكون من خلال التحكم برغباتك في المواقف التي تثير الانفعال وتؤدي إلى التهور. مثل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لما قال: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قمة القوة يا جماعة إنه نملك أنفسنا بمواقف سلبية إجباري تدفعنا دفع للغضب. الرضا عن الذات والعمل على الشعور بالسعادة، أو العمل والشعور بالسعادة. لقيت كثيرين بيقولوا السعادة قرار نفسي، هالحكي صح؟ أول شيء بيخليك تشعر بالسعادة إنه كل شيء، إنك تؤمن أو تيقن إنه كل شيء بيقدره الله خير. بس مين اللي ما بيشوفه خير؟ نحن فقط. لذلك النبي الله سبحانه وتعالى قال: إنما الخير من عند الله والشر من أنفسكم. بمعنى إنه الله ما بيخلق شر أبدا أبدا، الله ما بيخلق شر نهائيا، الله خير مطلق، الله خير مطلق. ولكن الشرور هي نحن اللي نعطيها هيدي الصفة، الشرور نحن اللي نعطيها هي الصفة. لذلك أي أزمة بتصيبنا بمجرد ما نيقن ونرضى بأمر رب العالمين، فهذا ممكن بالفعل يوصلنا إلى الشعور بالسعادة. لأن أول خطوات الشعور بالسعادة هو الرضا، الرضا برب العالمين، بقضاء رب العالمين، بكل شيء محيط فينا. مو معناته إنه نستسلم له إذا كان فينا نعمل عليه، لا، إذا فيك تعمل عليه لا تستسلم له أبدا. تحمل المسؤولية والاعتماد على النفس واتخاذ القرار، الحكي بديهي جدا. نتحمل مسؤولية أنفسنا، مسؤولية قراراتنا وأعبائنا والأدوار المنوطة فينا، حتى يكون في عندنا قدرة كمان على أنه نتخذ القرار الصح. احترام الآخر، وهيدي من أهم الصفات على الإطلاق. لا تتخيلوا أبدا أنه حدا ممكن يكون في له قبول بين الناس إذا ما بيحترمهم، مستحيل. ما حدا مضطر يتحمل إنسان سلبي، ما حدا. لذلك بمجرد ما أنك تحترم الآخرين رح يكون في لك قبول حقيقي عند الآخرين. هل عنده سؤال لحد هلأ؟ لا دكتورة، جزاك خير. أهلا وسهلا. الشر كامن بالخير والخير كامن بالشر. ما بعرف يا مريم شلون هيك قلت هيدي الجملة. الشر كامن بالخير، الشر ما كامن بالخير. الشر قلت لك نحن بنطلق صفة الشر على أي شيء، تمام؟ بس الخير كامن في قلب الشر، صح؟ فإذا أول جملة ما هي صحيحة، الجملة الثانية صحيحة 100%. الخير يكمن دائما في قلب الشر، صح؟ أهداف الإرشاد النفسي بقي أقل من 10 دقائق لمحاضرتنا. خلينا نشوف ما هي أهداف الإرشاد النفسي. أول هدف للإرشاد النفسي تحقيق الذات. لا شك أن الهدف الرئيسي للإرشاد النفسي هو العمل على المبعث المسترشد لتحقيق ذاته إلى درجة يستطيع فيها أن ينظر لنفسه فيرضى عنها. بمعنى أنه أول أهداف الإرشاد النفسي هو أنه يساعد هذا الإنسان اللي عنده أزمة لحتى يوصل لدرجة يحقق فيها نفسه ويرضى عنه، يرضى عن نفسه. ولدى الفرد دائما دافع أساسي يوجه سلوكه، وهو دافع تحقيق الذات. أكبر سلوك عند الإنسان هو أنه يحقق أهدافه ويحقق ذاته، ونتيجة لوجود هذا الدافع فإن الفرد لديه دائما استعداد للتنمية. بمعنى لحتى أحقق ذاتي، أحقق أهدافي، فأنا دائما بكون في عندي استعداد لحتى أنمي
نفسي وأفهم ذاتي أكثر وأعرف نفسي أكثر وأفهم استعداداتي وإمكانياتي. بمعنى آخر إني قوم، أنا قوم شو؟ قوم نفسي، وجه حياتي بنفسي، بحيث إني أعرف تماما إيش هو الصح من الخطأ، وتكون حياتي بتكون أو بتكون سلوكاتي دائما في حدود المعايير الاجتماعية المطلوبة، وبنفس الوقت تحديد أهداف الحياة، وبنفس الوقت تحديد أهداف الحياة وفلسفة الواقعية لتحقيق هاي الأهداف. بمعنى إنه يكون في عندي أهداف لحياتي، يكون في عندي إدراك وفهم لواقع الحياة، لحتى أقدر، هل أنا بقدر إني أهدافي ضمن قدراتي أنا كشخص وضمن واقع البيئة الموجودة؟ مثل هذاك اليوم أنا عم درس بإحدى الجامعات، في عندي طالب شوي كبير بالعمر كمان تربية مثلكم، عم يقول لي يا أنسة أنا بنتي بدها تصير طيارة مدنية. شوفوا على هالحكي، قلت له إيه؟ قال لي والله العظيم أنا عم بنته يمكن هي صف 10 من 11، هو مو كبير كتير يعني تقريبا قدي أو أصغر شوي، هو أكبر شوي عفوا، سوري أكبر شوي، بنته بالعاشر. إيه لا هو أكبر. إيه فشو عم يقول لي؟ عم يقول لي يا أنسة بنتي بدها تصير طيارة مدنية. قلت له ايه؟ قال لي ما بعرف، انا لما عملت لي هالحكي انا صرعت، جيت لاسالك. نعم كنت بتعامل معه انه هي هالبنت لما عم يسالها انه بعد ما خلصت التاسع ودخلت على العاشر، انه انا انه شو بدك تكملي دراسه، شو الكليه بدك تفوتيها؟ قالت له ما بعرف تصير طياره مدنيه. انت شو رديت عليها؟ قال لي والله العظيم ما عرفت ارد عليها، شو بدي له يعني هالبنت بدها تصير طياره مدنيه؟ طيب شلون؟ قلت له ما بعرف، احنا اصلا ما عندنا كلية طيران حربي لحتى صرت عندنا كلية طيران مدني. قلت له الا اذا كان بالايام بعد ما تخلص بكالوريتا تبعت على شي دولة وتقبل لها البنت وتدخل كلية طيران مدني، ما بعرف يعني. فأهم شيء يا جماعة لتحقيق الذات انه يكون في عندك الواقع يساعدك، يعني ما تطلب شيء ما موجود، وما تطلب شيء أكبر من إمكانيات الواقع اللي أنت موجود فيه، لأن بمجرد ما أنك اصطدمت مع هذا الواقع ما ساعدك في تحقيق أهدافك، أول شغلة راح تنكره وترفضه وتكرهه. مجرد ما أنكرت الواقع فأنت مباشرة راح ينعكس عليك وراح تدخل في اضطرابات نفسية إلى أول ما لا آخر. تمام؟ تحقيق الذات بده يكون تحديد الأهداف ضمن الواقع حتى نقدر نحقق هذه الأهداف. تحقيق التوافق من أهم أهداف الإرشاد النفسي، تحقيق التوافق الذي هو مساعدة الفرد على تحقيق التلاؤم والانسجام بينه وبين بيئته. فإذا من أهم أهداف الإرشاد النفسي يا جماعة أن يتحقق التوافق ما بين الإنسان وبيئته ونفسه. فإذا أول شيء انسجام وتلاؤم بين الفرد وبيئته وبين الفرد ونفسه، دون أن يكون أحدهما على حساب الآخر. بمعنى تناول السلوك والبيئة الطبيعية والاجتماعية بالتغيير والتعديل حتى يحدث توازن بين الإنسان وبيئته. بمعنى إنه شوي هيك إنه يكون في عندي توازن ما بين الإنسان وبيئته، وهالتوازن هذا معناته إني أول شيء إشباع حاجات الفرد الشخصية بس بشكل ما يتعارض مع البيئة. يعني أنا أشبع حاجاتي ورغباتي وأهدافي وطموحاتي بس بشكل ما يتعارض مع البيئة نهائياً. ويجب أيضاً النظر إلى التوافق النفسي نظرة متكاملة. شو يعني؟ بحيث انه يتحقق هذا التوافق المتوازن بكل المجالات، يعني ما يكون في عندي انا توازن من ناحيه واضطراب من ناحيه ثانيه، هيك ما اسمه توازن ابدا. فالتوازن معناته انه يكون في عند الانسان قدره على انه يحقق التوازن بينه وبين نفسه اولا، وبينه وبين بيئته اللي عايش فيها ثانيا. ما هي اهم مجالات التوافق النفسي؟ اول شيء التوافق الشخصي. التوافق يا جماعه عده اشكال وعدة مجالات. أول شيء التوافق الشخصي معناته أنه يكون في سعادة مع نفسه ورضا عن نفسه، رضا عن نفسه. بس هذا الرضا شلون بيجي؟ من خلال إشباع الدوافع والحاجات، إشباع الدوافع والحاجات، ولكن بدون أي إشكال أو اضطراب مع البيئة المحيطة. مرة من المرات سألتني طالبة سنة أولى، قالت لي أنسة أنت راضية عن نفسك؟ قلت لها جدا جدا. قالت لي قديش ممكن يكون نسبة رضاك عن نفسي؟ قلت لها 110%. فقالت لي لهالدرجة؟ قلت لها إيه. طبعا أنا ما قلت لها الحكي لأني أنا كتير راضية عن نفسي، أنا راضية عن نفسي جدا جدا جدا، لكن هذا مو معناته أني واقف عند حد. أنا راضية عن نفسي في حدود أني أنا بعرف أني عم حاول دائما أحقق أهدافي
ماشي بطريق تحقيق أهدافي وماني واقفة نهائيا، وعم أسعى دائما وعم أتعب يوميا في طريق أهدافي. بس أنا قلت لها الحكي لحتى هي تاخد، أو بما أنه سألتني فأنا بشكل أو بآخر نموذج عندها أو قدوة عندها، فأنا قلت لها هذا الكلام حتى تضل دائما في نفسها شغلة إنه تضل راضيانة عن نفسها، تضل راضيانة عن نفسها، بس مو تكون راضيانة عن نفسها في حال إنه هي انهزمت أو انهارت أو استسلمت أو ضعفت أو إلى آخره من الشكل السلبي. بمعنى آخر، ما في حدا عنا أو ما في إنسان في العالم طب بحيث إنه هو كامل من كل الصفات، ما في. الأنبياء راحوا أيامهم، خلص راحوا صاروا عند رب العالمين، فهدول ممكن يكون عنهم إنه البشر كاملين. بمعنى آخر، إنه رضاك عن نفسك هو معناته إنك تتقبل لنفسك وترضى عن حدودك وإمكانياتك وقدراتك، ومدرك تماما للحدود، مدرك تماما لهيدي الحدود اللي أنت أو اللي الله سبحانه وتعالى أعطاك إياها. التوافق المهني معناته إنك تختار المهنة اللي تتناسب مع استعدادك علميا وتدريبيا وتكون أنت مبسوط وفرحان فيها. مرة من المرات أنا في كنت مقابلة عشان منصب متقدم شوي، هو تدريب، فسألني أحد أعضاء اللجنة إنه ليش نحن بدنا نعطيكي هذا المنصب؟ إنه ليش يعني مثلا نحن، هذا السؤال يعني اعتيادي عند كل الاتش ار في أي مقابلة. قلت له أنا لأني لما بوقف بدرب ما بشعر حالي عم بعمل، بشعر حالي عم قوم بشي أنا بستمتع فيه، بمعنى ما بحسه عمل، بحسه هيك شيء محبب، بحس إنه عم بعمل شيء قريب لنفسي، بحس بالسعادة المفرطة لما أنا بوقفه. فهي معناتها التوافق المهني، إنك تختار مهنة ما تشعر فيها إنك عم تشتغل لأني واجب، لا، عم تشتغل لأنك بتحبه، عم تشتغل لأني أنت بدك تشتغل هيدي الشغلة، وبنفس الوقت يكون عندك الاستعداد العلمي والتدريب الصحيح حتى تدخل فيها بكامل قدرتك ورغبتك وإرادتك. التوافق الاجتماعي رح تكون آخر شيء، يتضمن الالتزام بأخلاقيات المجتمع. بديهي جدا التوافق الاجتماعي إني أنا ساير المجتمع بكل ما يفرضه علي من أخلاقيات وسلوكات وعادات خلينا نقول وقيم اجتماعية، هيدي كلياتها لازم تكون جزء مني، تمام؟ فإذا الالتزام بأخلاقيات المجتمع ومسايرة المعايير الاجتماعية وقواعد الضبط الاجتماعي والتفاعل الاجتماعي السليم مع الآخرين وتقبلهم والعمل لخير الجماعة والفرد. حدا عنده أي سؤال لحد هلا؟ بقي أقل من ثانية بيخلص اجتماعنا أو بيخلص محاضرتنا. حدا عنده أي سؤال سريعا لو سمحتوا؟ شكرا دكتور، الله يعطيك العافية. شكرا لكم، الله يجزاك الخير دكتورة. الله يعطيكم العافية. بالنسبة لحلقاتكم إن شاء الله راجعة كلياتها بالتفصيل وبعطيكم ردي عليها واحد واحد، تمام؟ ما بقدر اليوم شوف شيء، بكرة إن شاء الله كله رح شوفه. حدا عنده أي سؤال يا جماعة؟ يا دكتورة بس بعد إذنك